هنالك الشاهينية الشايبة الشاهينية الشاهينية من تقدم اسم كبير مانع بن سعيد بن خالد الشهواني مانع بن سعيد الشهواني من يقدم الشاهينية بهذا التحدي الكبير. سلام يا مانع يا بن سعيد يا الشهواني شوط الرمز يا الشهواني شوط التحدي مع الشهواني الرمز يا الشهواني. خالد بن سعيد الشهواني مانع بن سعيد الشهواني شوط الرمز مانع بن سعيد بن خالد الشهواني. سلام يا الشهواني سلام سلام تالي الاسماء وصلت هنالك مشاهدينا الكرام. الظبي صالح بن ناصر من الغادمين من الواصلين وصل مزعج مزعج وناصر بن عبد الله بن سند من يقدم لنا مزعج ولكن شاهين شاهين وخالد وساوان مانع بن سعيد بن خالد الشهواني ورابع الاسماء ثالث الاسماء غادم من طفله من طفله غادم غادم لا محاله سوغان ومحمد بن سعيد من طفله الامتار المجنونه هي من طفله هي من طفله الامتار الحاسمه حسمها بن طفله بن طفله غادر مع الرمز وتاني الاسماء وصل عصاقوز يا بن قريع ولكن احد الواصلين وحزاري الخطر الحميدي بن راشد بن لمجح ولكن وصلت خود وسعود بن محمد الروح المحرمي من يقدم لنا جمع الكباشي من يقدم لنا اسم كبير اسم متحدي لهذا التحدي ولكن المقدمة وصدارة معزة معزة عبد الله بن علي بن قريع الامبراطور ليقدم لنا امبراطورية معزة والعصا جوز يا بن قريع سلام يا بن قريع سلام. تاني الاسماء وصلت هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ثالث الاسماء بن خليفة بن شرباك المنصوري من يقدم لنا اسم كبير اسم متحدي ولكن الغادم في رابع الاسماء الغادم شاهين وحمد بن سعيد بن سالم المري مع شاهين شاهين وحمد بن سعيد بن سالم المري شاهين سلالة قوية سلالة متحدية مع شاهين شاهين أحمد بن سعيد بن سالم المري سلام شاهين سلام سلام يا أبو سعيد سلام 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 شاهين. وتاني الأسماء وصل مهاوش محمد بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري هناك الشحانية سالم بن محمد المحميد ولكن سوغة وعبد الهادي مبارك بن عبد الهادي بن نايف الهاجري ولكن دخول مباشرة ووصلت ندى وفيصل بن علي اللفجح من يقدم ندى بهذا التحدي الكبير ولكن دخول مباشرة بلشة بلشة مانع بن سعيد الشهواني من يقدم بلشة ولكن بن محميد بن محميد غادر بالتحدي الشحانية سالم بن محمد آل محميد سلام يا بن محميد سلام يا بن محميد صباحك فل صباحك ورد يا بن محميد. تاني الأسماء وصلت هنالك
الشحانيه هنالك ناموس وزيب يحاول بتحدياته الكبيره، ولكن مرسال يا بن سلعان، مرسال سعود بن علي بن سلعان من ارسل الناموس، ولكن احد الواصلين الغادمين بوب وصل شاهين، ومحمد بن سعيد بن سالم المري من قدم شاهين وقدم لنا الشاهينية. شاهين ومحمد بن سعيد بن سالم المرة الثانية على التوالي يا ابو سالم، سلام سلمة يداك شاهين واخذت النهاية. يرحب بشاهين، ثالث الاسماء وصل مرسال، ثاني الاسماء مرسال، ثالث الاسماء لا محالة، ولكن دخول خود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك من يقدم خود. شعارك كاسح مع اخود غادمه، ولكن دباسه سالم بن حمد السندوان، وصلت خود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك يقاتل بشعار الكاسح. الامبير الاخيره والمجنونه، ولكن دباسة وسالم بن حمد السندوانة راح بالتحدي. تاني الأسماء وصلت خود، وصلت مشاهدينا الكرام خود عبد العزيز بن عبد الرحمن، قلب الطاولة يتحدى بهذا التحدي، ولكن سيوف والعصا في البطان يا الجفالي يا النعمي، 300 متر أخيرة روح، وش تنتظر خلاص كملت، ولكن عادت سيوف، عادت للمنافسة سيوف، ولكن مياسة والأمتار الأخيرة والمجنونة والغاتلة من أجل الرمز. المعركة سيوف مياسة شعار الحصان، مياسة أمتار مجنونة غاتلة، مياسة انتزعت المركز الأول. راشد بن علي عارف هذا، ثاني الاسماء وصل السيوف، حسن بن خليفه بن حسن الجفاني النعيمي، ثالث الاسماء الشحانيه من تكون هنالك، سالم بن محمد المحميد والعفقوز يا بن محميد، روح مع الرمز، روح مع التحدي، روح مع الناموس فين؟ مع الشحانيه وسالم بن محمد المحميد من يقدم الشحانيه، ولكن الكعبي عاد بالمقدمة عاد، ولكن سفرت الأوامر الشحانية وسالم بن محمد بن محميد غادر بالرمز، الرمز مع الشحانية يا بن محميد، سلام الشحانية سالم بن محمد المحميد، الرمز المقدم من عيسى بن علي السليطي، ثاني الأزمة وصلت هنالك، شعار الكعبي الحصان وحسن بن خليفة بن حسن في رصيده 5 سبقات، واليوم يجدد الرمز السادس إذا استمر على هذا الأداء الجميل، في رصيده 5 سبقات، 3 كاسات وبندقيتين، واليوم يجدد البندقية الثالثة في رصيده 6 سبقات. تحرك الحصان الإنتاج، الحصان وحسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي، الحصان أزمة الوجود في رصيده 6 سبقات، 3 كاسات و3 بنادق، تهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصل الكاسح ويوسف بن عبد الرحمن بن عبد محمد بن شباط بن صقر المريخي، يلا يا المريخي، شوط الرمز، شوط الصعوب المفتوح، ولكن سوغ، وهنالك مبارك بن عبد الهادي بن نايفة والعصا جوز، وهنالك المريخي، تحرك المريخي مع الرمز،
ريلام، وهنالك محمد بن شباط بن صقر المريخي. روح بالرمز، روح بالتحدي، ولكن صوغة والأمتار الأخيرة والمجنون والعصقوز، ولكن ريلام ريلام وخدت النهاية. يرحب بريلام محمد بن شباط بن صقر المريخي، سلام ولكن صوغة 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 اللي انتزعت الرمز، صوغة فجأتنا بالأمتار الأخيرة بن دلهم، ولكن الشرق الأوسط غادم لا محالة، يغاتل من أجل الرمز، ولكن صوغان يا صوغان يا بن دلهم، صوغان ولكن الشرق الأوسط والإعصار البحري من يقدم، الشرق الأوسط عبد الهادي بن حسين الإعصار البحري من يقدم، الشرق الأوسط شوط الرمز، الرمز مع الشرق الأوسط، ولكن يحاول صوغان والأمتار المجنونة والحاسمة، الشرق الأوسط عبد الهادي بن حسين والإعصار البحري من هنالك تحدى بهذا التحدي. ثالث الأسماء صوغان سالم بن ناصر بن دلهم الهاير، ثالث الأسماء الحزر بهذا التحدي الكبير، ولكن الله أرصد لي مصورنا وصل الصوغة دخول مباشرة، صوغة ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة من يقدم لنا صوغة بهذا التحدي الكبير، وهنالك الله الأمتار المجنونة والحاسمة، صوغة ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة، ولكن الحزر وحمد بن علي الهاجري، ولكن صوغة 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 ثاني الأسماء صوغة وأول الأسماء صوغة ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، ثاني الأسماء صوغة ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، ثالث الأسماء وصلت الحزر فايز سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني من يقدم لنا الفايز بهذا التحدي، ولكن برجع إلى المقدمة وإلى الصدارة، صوغان صوغون راح بالمقدمة راح بالصدارة، ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة المرة الثانية على التوالي يا بن نايفة، سلام تهانينا تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار، ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، شكرا يا فيصل وشكرا يا محمد المتابع لهذا الشعار، تهانينا تهانينا والناموس، سلام سلام صوغان ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة، سلام سلام، وثاني الأسماء وثالث الأسماء صوغان وصوغان ورابع الأسماء واعية وصوغة والواعية الواعية ومحمد بن عبد الله بن ملهية، ولكن الأمتار الأخيرة والمجنونة، صوغة صوغة شوط الرمز، صوغة وعبد الهادي عبد المبارك بن عبد الهادي بن نايفة من يقدم صوغة الرمز المقدم من عيسى بن علي الصليطي، ولكن بن ملهية غادم خلاص الأمتار الحاسمة والمجنونة والقاتلة مع صوغة، شوط الرمز شوط التحدي شوط البندق غادر إلى عزبة مبارك بن عبد الهادي بن نايفة، سلام صوغة سلام بن نايفة سلام، ثالث الأسماء وصلت هنالك الواعية ومحمد بن عبد الله بن ملهية، ثالث الأسماء وصلت التالية على التوالي إذا استمر على هذا المنوال يا بن نايفة، صوغان في المقدمة، صوغان مع الرمز، الرمز مع صوغان ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة، صوغان في ثاني الأسماء ومبارك بن عبد الهادي بن نايفة، ثالث الأسماء وصل شاهين سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري، الأمتار المجنونة والغاتلة أمتار الفوز، صوغان 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 سلام، بوب صدرة الأوامر، سلام صوغان وصوغان، تهانينا والناموس لمالك صوغان وصوغان، وثالث الأسماء شاهين سلطان بن مبارك، كلمة ألف مبروك 400 متر أخيرة
متحدية الشاهينية الشاهينية والعصا في البطان، ولكن ولكن أوه الغادمة 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 أحلى، ولكن الدخول والمعركة 200 متر أخيرة متناركة متحدية الشاهينية، ولكن رغد ها هنالك حبيب الله بن بن الكباشي الأمتار المجنونة والحاسمة، الشاهينية الشاهينية وأحمد بن جبورة وجبورة النحويين، ولكن الأمطار الأخيرة من هو حسمها؟ الشاهينية أحمد والجبار النحوي أهالي القطارف غادمين لا محالة، ولكن شاهين وعلي بن عبد الله أبو سالم، ولكن المرشحة الغوي والعصا في البطان النمر وعبد الله بن الحسن في أداء جميل وتحدي كبير، والعصا في البطان النمر المرشحة القوي روح روح النمر النمر وعبد الله بن الحسن الرمز الرمز يا أبو حسن الرمز الرمز سلام النمر سلام عبد الله بن حسن الرمز المقدم من عيسى بن علي السليطي سلام النمر سلام تاني الأسماء. وصلنا لختام سباق هذا اليوم 18 شوط انتهت بترتيب رائع وتسليم الجوائز هنا بمكتب المعجزة النادرة. الشوط الأول الرئيسي كان من نصيب الشحانية ومانع بن سعيد الشحواني، مانع بن سعيد مانع بن سعيد استلم عنه بالنيابة واحد استلم مكتب المعجزة. الشوط الأول الرئيسي كان من نصيب سوغان ومحمد بن سعيد بن طفلة، أيضا بن طفلة يستلم جائزة سوغان يستاهل بن طفلة يستاهل بن طفلة يستاهل بن طفلة راعي سوغان أدى أداء جميل تهانينا هذا هو بن طفلة. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء بن طفلة من قدم أداء جميل. الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين كان من نصيب الشحانية وسالم بن محمد آل محميد آل محميد من قدم أداء جميل بن محميد يستاهل يستاهلوا يستاهلوا أحد المضمرين ما شاء الله تبارك الرحمن أتمنى لكم التوفيق. هذا أبناء بن محميد يستلمون الجائزة جائزة الشحانية أيضا والإنتاج والمنتجين يستلموا الإنتاج والمنتجين الإنتاج والمنتجين. الشوط الأول للإنتاج والمنتجين كان من نصيب القعدان الحصان وحسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي في رصيد ست سبقات، واليوم يجدد السبقة السادسة يستاهل يستاهل أبو حسن يستاهل أبو حسن يستاهل يستاهل الناموس يستاهل يستاهل أبو حسن يستاهل. شوط الإنتاج والمنتجين شوط الإنتاج والمنتجين بس انتظر شوي. الفائزة بالشوط الأول الرئيسي شاهينية أحمد والجبار اللحوي، وأيضا النمر عبد الله بن الحسن الرشيدي من قدم أداء جميل، أيضا دي بندكية القعدان المقدمة من عيسى من عيسى بن علي السليطي لأخوانه الهجان السودانيين بدولة قطر، أيضا دي بندكية الشاهينية وبندكية النمر يستاهل عبد الله بن حسن الرشيدي يستاهل الناموس يستاهل. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ايضا ايضا السودانيين اللي انتزعوا الشوط الاول الرئيسي والشوط الاول الرئيسي شكرا في كل مكان. شوط الصعوب المفتوح كان من نصيب الشرق الاوسط ذلك عبد الهادي بن حسين من قدم لنا الشرق الاوسط، والاعصار البحري الاعصار البحري من قدم لنا اداء جميل الاعصار البحري هذا هو هذا ابناء ايضا الاعصار البحري هذا الشرق الاوسط. هذا الشوط الاول الرئيسي للشرق الاوسط كان من نصيب الشرق الاوسط كان من نصيب هذه بندقية الشرق الاوسط عبد الهادي بن حسين البريدي الاعصار البحري دائما احنا عودنا على الانجاز الكبير يستاهلون يستاهلون الاعصار ايضا البحري اتمنى لهم التوفيق. هنالك ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ننتظر ايضا تسليم الجوائز
ايضا بالنايفه. اي نعم صبر ننتظر شوي ننتظر. كان تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الشوط الاول الرئيسي كان من نصيب الشحانيه مانع بن سعيد الشهواني. مانع بن سعيد الشهواني يستلموا هذه البندق بندق الشحانيه يستلموا هذه هي جائزه مانع بن سعيد الشهواني. ايضا الشوط الاول الرئيسي للصعوب صوغه وعبد الهادي بن نايفة الهاجري. مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري ايضا يستلمون. مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري بندق هذه هي صوغه. مبارك بن عبد الهادي الشهواني وايضا صوغه ومبارك بن عبد الهادي الشهواني. وافضل توقيت لصباح هذا اليوم تهانينا والناموس لفائزين بالرموز. تهانينا والناموس لمالك صوغه عبد الهادي بن نايفة الهاجري. تهانينا لجميع الفائزين. عندهم ثلاثة بنادق النادي. ثلاثة بنادق وين البنادق؟ لا عندهم واحدة ثانية. عندهم ثلاثة. أيوة. أيضا هذه جوائز بن نايفة الهاجري. أيضا بن نايفة الهاجري يستلم ثلاثة بنادق وهناك بندقية أيضا الشهواني. يستاهلون هذه ايضا يستاهلوا هذه الجائزه عبد الهادي بن نايفة الشهواني.